مرحبا حبايبي أصحاب برج الحمل، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الحمل. التوقعات هاي راح تكون عامة، طبعا أحب أذكر أنه القراءة تكون عامة، فمستحيل تنطبق على الجميع بنسبة 100%، ممكن تنطبق وياك بنسبة 50%، ممكن 80%، وممكن البعض منكم تكون هاي القراءة موجهة إليه فيحس أنه هي تنطبق عليه 100%. القراءة راح تشمل الصعيد العملي، الصعيد الصحي، العائلي، العاطفي، ووضع الشريك بصورة عامة، وأيضا طاقة برج الحمل العامة. خلونا نبلش القراءة. قبل ما نبلش القراءة، إذا كنتم ما مشتركين بالقناة اشتركوا وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. بداية برج الحمل، نبلش بطاقتك العامة خلال هذه الفترة. برج الحمل هاي الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية. على الأغلب أنا أشوف هي طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية. بالفترة الحالية برج الحمل أشوف أنه أنت ممكن تكون منعزل، يعني منغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب إحباطات مريت بها بالماضي. أنت مثل ما قلت لك هنا، أنت منعزل، أنت بطاقة الهرمت طالع، أنت منعزل حاليا، قاعد تراجع نفسك ممكن، أو حتى تراجع علاقة أنت مريت بها بالسابق. عندك نوعا ما زعل، أشوف أنه ممكن، أو راح نوضحها أكثر بالقراءة العاطفية، بس بداية يعني أكو عندك زعل من شخص. هذا الشخص أشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطه وقاعد يحاول أنه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة، بس قاعد أشوف أنه أنت غالق عليه تقريبا كل الطرق وما رايد تنطيه فرصة ثانية، ومنعزل عنه تماما لأن أكو زعل صاير بيناتكم، زعل كبير. أما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك، اكو شخص هنا دا يحس شعور انه هو بالخسارة، بالفقدان، عدم الثقة بالنفس. هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله مسيطر عليه خلال الفترة السابقة، وهذا الشيء خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله، او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك، هذا الشيء خلاه يخسرك تماما. هو دا يحس باحساس الفقدان، الاحتياج العاطفي. نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك بباله او مشاكل، او ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص، بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر، تحرر من افكار سلبية، تحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفسه الفترة السابقة، وحاليا بلش يحس بخسارتك. هو ندمان، ده يحس انه هو فقد شيء، يعني شلون اقول لك، انت ما كنت شيء بسيط بحياته. هو اكتشف هذا الشيء متاخر بعد ما انت انسحبت من العلاقه، وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر. فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتذار من عنده بالفتره الحاليه. هاي جينا على طاقتك العامه حاليا. خلي نبلش القراءة. على الصعيد العملي أشوفك يا برج الحمل، على الصعيد العملي والصعيد المادي أكو عندك أمور هواية معلقة واقفة بمكانها، ما قاعد تتحرك، تحس أنه شغلك ما قاعد يتقدم، قاعد يتراجع بالعكس إلى الوراء. عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي. البعض من عندكم أشوف ممكن أنه أنت كنت منتظر، أو حاليا أنت منتظر تواصل يخص أمور معرقلة صار لها فترة طويلة. أكو عندك أما خبر منتظرة أو شغل متعرقل صار لفترة، هذا الخبر ما قاعد يوصلك، وأكو تأخيرات وإحباطات مأثرة عليك هاي الفترة. أكو تواصل سريع راح يوصلك، ممكن يكون يوم 8 بالشهر. التواصل راح يكون يخص وضع مادي. أيضا البعض من عندكم أشوف أنه هو ممكن داخل بشراكات، بس هاي الشراكة اللي هو بها أكو بها طرف متلاعب نوعا ما، أكو تلاعب شوية، أحس أكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه، أو ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي أنت منتظر من عنده خبر، هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر، ولا شلون بنقول يعني شارح لك أنه العمل وين قاعد يتقدم. هاي للناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي. فأشوف أكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة، بس النصف الثاني إن شاء الله أو حتى من الأسبوع الثاني راح تبلش الأمور شوية تتحرك، خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج أو منتظرة خبر من شخص بالخارج. أشوف إن شاء الله
خلال الأسبوع الثاني أو حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر أكو أخبار راح توصلك تخص عملك، للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل. فدا أشوف أكو تأخيرات على صعيد عملي، منتظر خبر من شخص من الخارج، الخبر راح يوصلك إن شاء الله الأسبوع الثاني. هسه انتهينا من الوضع العملي، شرحناه بصورة سريعة، خلي نحول على الوضع الصحي. الوضع الصحي أشوف البعض من عندكم صار له فترة تقريبا أسبوعين أو شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة. أشوف أنه أنت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع، عندك مراجعة للطبيب بخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين أو منطقة الرأس بصورة عامة، جبين وأعلى. ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار له فترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام، والبعض الثاني أشوف أنه التفكير والحالة النفسية اللي أنت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي بصورة كبيرة، خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل أو مشاكل حتى مادية. خلال هاي الفترة اللي نمر بها الأمور كلها متعرقلة، فأشوف هذا التعب النفسي قاعد يترجم بصورة جسدية عليك، فعندك تعب من شدة التفكير، تفكيرك هواية هواية قاعد تفكر بهاي الفترة، فهذا الشيء مخليك ممكن أول أسبوعين راح تعاني من آلام بالرأس سواء كان صداع أو حتى آلام تخص منطقة العينين بصورة عامة. عموما ما أشوف أنه أكو وضع يخوف، إن شاء الله تعدي على خير. ممكن أنت تراجع، تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب إذا كانت عندك مشاكل بالأماكن اللي قلت لك عليها. بالنسبة للأوضاع العائلية، طبعا الأوضاع العائلية قاعد أشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة 4 شهور أو 3 شهور، نقول 4 شهور بصورة عامة، أكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير، خاصة الناس اللي متزوجين أشوفوا عندهم مشاكل صار لهم فترة 4 شهور. أكو نوع من الإحباط، أكو شخص زعلان من عندك أو أنت حتى زعلان منه، لأن أكو طاقة زعل عند برج الحمل خلال هاي الفترة. فأشوف أكو مصالحات، أشوف الأمور راح ترجع تدور لصالحك. هنا طلعت الويل أوف فورتشن بالأوراق، بالأوراق العامة وأيضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة، فعجلة الحظ قاعد تدور وياك خلال هاي الفترة. أكو صلح، أكو أمور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية، يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله أكو أمور هواية راح تبلش تتحرك. عجلة الحظ وياك، يعني أكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة لك حاليا تساعدك وتسهل عليك أمورك، خاصة على الصعيد العائلي. بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل أو حتى بينهم زعل انفصال، أشوف الأمور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية، العجلة راح ترجع تدور بيكم. والناس اللي عندها زعل أو مشاكل بالبيت أشوف أكو فترة راح تمر، فترة هدوء تكون وبها فترة صلح أيضا. أما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا 90% من اللي دا يشوفون البرج حاليا هم دا يشوفوه على مود الصعيد العاطفي، إذا تحبون أسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج اكتبولي بخانة التعليقات، وإذا شفت أنه أنتوا رايدين هذا الشيء راح أبدي أنزل لكم الأبراج بس على الصعيد العاطفي فقط، لأن أكو ناس ما يهمها الصعيد العملي، اللي يهمها كله هو الصعيد العاطفي. عموما الصعيد على الصعيد العاطفي، البرج الحمل، اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما، انه انت ما مهتم، انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل، بس انت بداخلك منهار تماما. يعني انت اللي يشوفك من برا يحس انه انت انسان ما مهتم، ما عندك اي مشاكل، الوضع اللي انت بيه حاليا، مهامك، او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك، أو حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك أساسا، بس أنت بالحقيقة البرج المنهار. قاعد أشوف أنه أنت بفترة مراقبة حاليا، فترة انتظار، ودا تحاول تبين قوي. يعني أنت اللي يشوفك بالوجه يقول أنه أنت الكينج أوف ووند، ملك العصي أو ملك النار، بس أنت بداخلك البرج المنهار، ذا تاور. فأشوف أنه أنت حاليا ممكن كشفت سر، لأن حتى هنا أشوف أكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا أو حتى اللي انفصلت عنه صار لك فترة وهذا الشيء خلاك تنهد. أو ممكن تكون أكو أشخاص تدخل أو أطراف خارجية تدخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة. أشوف أكو أقنعة هواية
انزالت من على الوجوه، وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم شنو، وانت مثل اللي احسك هنا قاعد تقول لي هاي الورقه انه اني بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني. صرت اعرف الناس، صرت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس، لان انت هنا أنا طالع من صدمه كلش كبيره. هاي التور مو صدمه طبيعيه، صدمه كبيره، بس لازم تعرف انه ورقه التور هي ورقه ميجر اركانا، ف 99% هي تتحقق. هاي اولا. ثانيا، هاي التغييرات تكون تغييرات مو بيد الانسان، رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمه تمر بحياتك، لان اكو بعدها وضع احسن، اكو تغييرات شامله، يعني اكو فتره تماما من حياتك بلشت تنتهي، او درس كان لازم تاخذه انت اخذته، والفتره الجايه راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مره ثانيه. فهذا الانفصال اللي صار، او حتى الشخص اللي كشفته انت على حقيقتك، كان لازم يصير. رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشيء ينكشف وراح يكون لصالحك. اما بالنسبه لطاقه الشخص نفسه، قاعد اشوف انه هذا الشخص عنده مشاعر اتجاهك، هو اكو حب بيناتكم، الحب موجود، وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك، ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا، لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شويه من التواصل، بس راح ياخذ القرار ان هو يرجع يتواصل وياك. البعض منكم هذا الشخص تواصل وحاول يعتذر، بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد، يعني هو مراقبك من بعيد حاليا، مراقبك ويحلم بيك حتى، او انت ممكن قاعد تحلم بيه. اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي، ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه. انت ممكن ما قاعد تنطي فرصه لهذا الشخص، لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنا هو دا يحاول انه يعتذر، هو جاي واقف منتظر اشاره منك، منتظر خطوه. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي، انت منفصل عنه سابقا، وهو هسه دا يحاول يرجع بحياتك مره ثانيه، بس انت تقريبا وصلت مرحله ملل من العلاقه، او انه هذا الشخص سابقا تعبك هوايه، فلهي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقه مره ثانيه. هسه بما انه قرينا طاقتك وطاقه الشريك، خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر. طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك، انت عندك نوع ما ملل، انت العلاقه هذه ممكن كان بيها تلاعب، لان هنا أنا عندي ورقتين طلعت لي نفسها، هي ورقة الساحر، يعني هنا أنا ماجيشن، شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة، طلعت الورقة نفسها، فدا تقولي انه اني بنفس المعنى طالعة. ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة، وانت كشفت هذا التلاعب. ممكن تكون الاغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة، يعني شغلة اخلاص او وفاء بصورة عامة. فاللي أشوفه أنه تعرضت أنت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص، خداع، أو حتى البعض من عندكم تعرض للخيانة، خاصة إذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء أو برج السرطان، والعقرب هنا عندي برج الثور حتى ما أنسى الأبراج، برج الحوت أيضا موجود هنا. أنا أكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك، وبرج الثور طالع مرتين، والأسد. ف اللي قاعد اشوفه انه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خدعك، اكو كان عنده نوعا ما خداع. بالفتره الحاليه انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص سبب لك اياه، انت ماخذ ريست، انت الطاقه العامه لك اشوف اكو تباعد، انت حاليا منغلق على نفسك، قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بيها سابقا، وانت فعلا محتاج هذا الريست. انا هسه ما اقول لك اخذ خطوه انه انت ترجع لهذا الشخص، لان انت محتاج ريست، انت فعلا محتاج هنا ريست، محتاج تستعيد توازنك، لان اشوف توازنك تقريبا مختل. انت هاي العلاقه سابقا ممكن كنت هوايه تحاول تحافظ عليها، لكن وصلت المرحله بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة، او ترجع تشتغل على هاي العلاقة. اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما، تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة، لان هنا عندك ورقة الدث موجودة. فانت دا تحس انه انت محتاج تغيير جذري، دا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وإن كانت موجودة عندك، ولا هنا دا أشوفه كان إنه أنت دا تحاول تتجاهل مشاعرك، أنت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك اتجاه هذا الشخص، أو حتى اتجاه العلاقات بصورة عامة. أنت مو عاطفي، يعني دا تحاول تفكر بعقلك، وهذا الشيء مخليك تتخلى
عن مشاعرك بصورة عامة حاليا. هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبذل اقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقة اللي بيناتكم، لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد ما حس انه هو خسرك تماما حس بقيمتك. اكو ناس ما تحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها الا اذا فقدته، فانت الظاهر يعني قطعت تماما وياه، قطعت التواصل، هو وصل مرحلة الفقدان. من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسه ده يحاول انه هو يرجع العلاقة، هو مستعد انه يبذل اقصى مجهود. هنا ورقة زشاريت ايضا برج السرطان طلع عندنا مرتين، فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان، او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا راح يبذل اقصى مجهود، ده يفكر انه هو يبذل اقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما. يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انت وياه. بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما تسرع، هو متسرع شوية بتصرفاته، ممكن عصبي زيادة عن اللزوم، وممكن اخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بناء صار اكو تجريح بالكلام، لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص. وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة، انه هاي الطاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار، مو صدمة عادية، اكو صدمة كبيرة صارت. فممكن يكون هذا الشخص، ها على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب، اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب ايضا، فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام بيناتكم، التواصل ما كان بناء بينكم اخر تواصل. فلهالسبب هو ده يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله، لان حس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد. عموما انا اشوف انه هو راح يبذل مجهود، البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة، مثلا راح يقول لك انه احنا خلي نرجع، ما نرجع بعلاقة، خلي نرسم العلاقة، نحاول انه نرسم علاقتنا، او حتى انه نقوي العلاقة اللي موجودة. بس انت قاعد اشوف ما عند انت دا تحس بملل، انت رافض اعتذار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا، او ممكن نقول انت مو رافض وانما محبط، فما تريد تنطي اجابة حاليا لهالسبب. انت منعزل، ما تريد انه هو شلون تقول له انه كل شيء انتهى تماما، بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع، فمخليه مثل اللي متعلق، لا هو طايل سما ولا هو طايل قاع، وهو يستاهل على فكرة ما دام مزعلك. فالمهم يعني اللي اشوفه انه هذا الشخص راح يرجع، الناس اللي منتظره رجوع من شخص من الماضي من برج السرطان او برج العقرب، برج الجوزاء، الدلو، برج الثور، الاسد موجود ايضا، برج الحمل، وبرج الحوت. فاذا كنتوا منتظرين رجوع من احد هاي الابراج وانطبقت عليكم القراءه وانطبق السيناريو اللي صاير بينكم، هذا الشخص راح يحاول بكل ما اوتي من قوه انه هو يرجع العلاقة ويصلح اللي كان بيناتكم. يبقى الخيار لك إذا كنت أنت راح تنطي فرصة أو ما تنطي. أنا أشوف هو فعلا عنده طاقة ندم وكان عنده تلاعب بالماضي، بس حاليا قاعد أشوف أنه هو حس أنه هو خسرك، حس أنه هو ممكن كان ضاغط عليك بزيادة، ممكن هذا الشخص كان يضغط عليك لدرجة أنه خلاك توصل مرحلة الانفجار، يعني كثر الضغط يولد الانفجار، فهو ضغط عليك هواية وصلك المرحلة أنه أنت انفجرت بوجهه. قلت له كافي، يعني بعد ما اريد نرجع بعلاقة، ما اريد اي تواصل وياك. فاللي هنا تنتهي القراءة مالتنا. اشوف هذا الشخص راح يحاول، يبقى لك انت القرار اذا كنت رايد ترجع او لا. اللي اشوف انه انت محتاج ريست، اخذ ريست هاي الفترة، حاول هاي الاسبوعين ما تاخذ قرار. البعض منكم هذا الشخص ممكن من شهر الرابع هو انتم منفصلين او صاير هذا الزعل اللي بينكم، اخذ ريست فترة هاي الاسبوعين، لا تاخذ قرارات متسرعة، ابقى منعزل لان انت محتاج طاقة الانعزال. بس حاول انه تلقي بقلبك شي حلو لهذا الشخص سامحة بينك وبين نفسك حتى تقدر تعدي هاي المرحلة. في حال ما رجعت لهذا الشخص تقدر تعيش حياتك طبيعي، واحساس الزعل اللي عندك هذا تطلع من عنده. طاقة الهرمت هي طاقة سلبية، من تجي بوضع الرفض والانعزال فهي طاقة سلبية. حاول انه ما تكون منعزل زيادة وتفكر بسلبية هواية، وخلي حدسك هاي الفترة
اتبع لحدسك، يعني شنو احساسك يقول لك سوي، لان ده شوف عندك طاقة روحانيات عالية خلال هاي الفترة. كل التوفيق لكم برج الحمل، وان شاء الله الشهر